كابتن احمد بقيه اللاعبين نجوم، وكان الماتش الثاني يعتبر الحلقه الثانيه، يعني في حلقه اولى سوبر، والخبطه او الرجوله اللي قدوا بيها في الملعب كانت هي الدافع ان احنا نقدر نكسب الماتش الثاني. بالظبط. لا يعني بصراحه كابتن هيثم، يعني عمرو بالذات مع مودي ومع ابراهيم الجمال، ابص يا كابتن الروح، من اكتر الناس اللي بتدي اللعيبه روح، لو يعني تشوف تعاملهم مع عمرو زهران، مع عبد الله، اتنين مع محمود وليد، بس كانوا على الاثنين اللي لعبوا امبارح تعيطنا امبارح. ضغط الضغط كان عليك صعب، معلش يا ابني والله العظيم قادرين ده. متخيل النادي الاهلي بيبدا فاينل دوري لعمرو زهران لعيب ناشئ اثبت كفاءه جدا، تغييره الاولى في الملعب لسيف سمير عبد الله 17 سنه، فالولاد اصابته ايه يا كابتن؟ طمنا. لا كدمه مفيش حاجه. الحمد لله. فتخيل بقى ان اللعيبه دي واقفه على رجليها بسبب وجود النجوم دي حواليها، هم اللي يعني شفت امبارح في تيرن اوفر عمله عبد الله، عمرو راح كلمه، عمرو كلمه وشجعه، حتى احنا قلنا ايه ده يعني قوت اعصابك يا عمرو، تيرن اوفر في وقت قاتل وانت بتروح تقول له العب راجل وبتاعه وبتشجعه. بصراحه الموضوع بالنسبه للولد، يعني هو انت منزله الملعب قدامه اسطوره اسماعيل احمد وهيثم كمال، لعيب دولي بقاله سنين، فبتتكلم فيعني دنيا. بص حضن تحضن البطوله ده، خلي بالك عايزين نشوفه كتير عمرو والنبي، يعني بعد كل بطوله ان شاء الله تدي الحضن ده واحنا هنصوره، مالكش دعوه بس انت اديه.